ورحمة الله وبركاته معكم الأخ عبد الرحمن دكير على القناة دكير إنجليش المصطلح من السوسمانين كما شو هنا كنا واحد أبوستخوف في ديال الانترنيشن طلعة فولو فولو هذه أكا أن نقرأ هذه أو فولو ونضغطو على أف فولو 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 grammatical هي verb يعني فعل شخص دو بها تيتبع شي حاجة او يعني مثلا تنقولو له خاصك الاحلام ديالك مثلا الحلم ديالك you must follow your dream مثلا هنا مثال you must follow some rules of the group خاصك تبع يعني القواعد ديال المجموعة يعني تبع يعني باش يعني ما تبعها يمكن لك تبع الحلم ديالك هذه هو هذا هو التوظيف ديالها نقراوها بشويه يو ماست فولو سام رولز اوف ذا جروب دابا بصوت مرتفع وبسرعه اكثر يو ماست فولو سام رولز اوف ذا جروب 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 يعني هذا هو كل واحد يحاول يرددها على حسب الامكانيات الوقت ديالو ويحاول دائما بصوت مرتفع غادي يشعر ان شاء الله بتحسن كبير في البرونسيشن ديالو ويحاول يعقل على التوظيف ديالها في الجمل وترسيخ الجمل الى عودة عدة مرات بصوت مرتفع غادي ترسخ له الجملة في الدهن ديالو وهذا هو الهدف باش يستغل الجملة في المحادثة ديالو الى ان نلتقي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته